أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد سفيركم، ونستهل جولتنا بالدعوة الملكية إلى عقد اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وسيشارك في هذا الاجتماع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وتعد المبادرة الملكية ذات البعد الإقليمي والدولي والهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الملكية من أجل إفريقيا مزدهرة. وفي خبر آخر، استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي حاملا رسالة شفوية إلى الملك محمد السادس من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين. وفي خبر آخر، دعا الملك محمد السادس في قمة التعاون العربي الروسي المنعقدة بمراكش إلى خفض التصعيد في غزة. وقال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن الملك دعا انطلاقا من التزامه بالسلام وبصفته رئيسا للجنة القدس إلى التحرك الجماعي كل من موقعه لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وفي خبر آخر، شاد وزير الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا التنزاني جان يوري مكامبا بالدينامية التنموية والتقدم الذي تعرفه المملكة مؤكدا أن النموذج المغربي يشكل مصدر إلهام بالنسبة لبلاده. وقال مكامبا في لقاء صحفي مشترك عقب المباحثات التي أجرها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة إن التقدم والتنمية اللذين يشهدهما المغرب يشكلان بالنسبة لنا مصدر إلهام. وفي خبر آخر، أكد مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة تسعى إلى طي ملف الأساتذة. وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية الخاصة بالمجلس الحكومي أن الملف تتم معالجته على مستوى لجان الوزارية في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية. وأشار بيتاس إلى أن الحوار مع النقابات ما زال مستمرا والتحديات كثيرة ومن مختلف المستويات. وفي الخبر الرياضي، أعلن الناخب الوطني وليد الرقراقي عن اللائحة الموسعة التي ستخوض منافسات كأس إفريقيا بساحل العاج مطلع السنة المقبلة. وضمت اللائحة مجموعة من الأسماء التي سبق لها تمثيل المنتخب في منافسات كأس العالم قطر 2022، كما ضمت اللائحة أسماء لم يسبق للرقراقي المناداة عليها كسفيان رحيمي ونوردين مرابط ومراد باتنا وريان ماي وسامي ماي. وغاب عن تشكيل الأسود اللاعبان عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال بسبب الإصابة. ننهي حصاد هذا الأسبوع بالخبر الفني، حيث أعلن المركز السينمائي المغربي عن دعم القاعات السينمائية المغربية بمنحة تقدر ب 25 مليون درهم. ويأتي هذا الدعم وفق المركز لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتشجيع إنشاء قاعات سينمائية بمختلف جهات المملكة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حصاد هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.